أن إنجازات دولتنا ونجاحاتها وتقدمها لم يأتي من فراغ ولم يحدث بالصدفة، فهي نتائج رؤية القيادة وعملها المخلص والدؤوب الذي يهدف لرفعة الوطن وتحقيق سعادة مواطنيه. وبفضل حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة أصبح لدولة الإمارات العربية المتحدة علاقات قوية وراسخة مع مختلف دول العالم في أطار من التعايش والتسامح والاحترام، مما جعلها موضع ثقة للمجتمع الدولي وتقديره. أكتبك دنيا غرام ووردتين وأرسمك قلب على أطهر تراب، ربي يهداني النظر في كل عين لجل أشوفك وانظر السبع العجاب. من سنين ومن سنين ومن سنين من زمان الغوص وخيام انهضاب، عاش وجدادي بحبك مهتنين بوثهم رمضة ومشربهم سارة. ربي يهداهم رجل حكمة ودين فارس معهم فتح للخير باب، خلف رجال كرام مخلصين ثم ترجل فارس الوحدة وغار. بعد زايد ننعم بقايد فطين فيه من زايد ومن روح الشباب، وخليفة من حمى الدرع الحصين واغلى من يسكن على هذا التراب، ويا الإمارات رفعين.